هنا بمخابر مركز البحث في التكنولوجيا الصناعية يعكف الباحثون على تطوير أنظمة ذكية خاصة بمعدات تربية المائيات، أهمها تصميم وإنتاج أقفاص ذكية عائمة بعدما كانت تستورد من الخارج. D'habitude, c'est des choses qui sont importées au Rwanda, donc de l'étranger, de l'extérieur. واليوم رانا لانسينا ان بروجي باش نخدموا مع عندنا نوتر نيفو. هنايا في السونتر كاين باحثين كاع سي دي دكتور ديتا، دونك في ديفيرون دومين يقدروا ياسوريو باش يديروا لا كونسيبسيون لا رياليزاسيون دو سي بروجي. وفي هذا السياق قمنا بوضع وتعريف مشروع تطويري تكنولوجي خاص بانتاج بتصميم وتصنيع أقفاص عائمة. الهدف من كل هذا هو تطوير وإنتاج يعني هذا الأقفاص محليا بدل من لجوء الاستيراد. تطوير وعصرنة نشاطات الصيد البحري يدخل في إطار الشراكة الجديدة بين قطاعي الصيد البحري والتعليم العالي والبحث العلمي. تقريبا 90% من التجهيزات والمدخلات هي مستوردة من الخارج، ولهذا نعمل على تصنيعها محليا، منها صناعة الأقفاص العائمة، منها كل التجهيزات التكنولوجية التي تستعمل في أنظمة الإنتاج لتربية المائيات. الاعتماد على مخابر البحث العلمي في إنتاج معدات محلية الصنع سيعطي دفعا قويا لقطاع الصيد البحري والمنتجات الصيدية.